تجاوبا مع الطلب الذي تقدم به عدد من اعضاء المجلس من اجل عقد دوره استثنائيه حصلت تدرس مشاكل الماء والكهرباء والتامين والنقل العموم بصوره مشابهه. قرر رئيس المجلس بالتعاون مع اعضاء المكتب عقد دوره استثنائيه يوم الخميس 3/5/2019. وقد حددت النقاط المدرجه في جدول اعمال هذه الدوره منعقده في اطار جلسه فريده وفق الآتي: النقطة الأولى مناقشة مشاكل الماء والكهرباء بصورة مجمعة. النقطة الثانية مناقشة مشاكل التعمير بصورة مجمعة. النقطة الثالثة مناقشة مشاكل النقل العمومي بصورة مجمعة. النقطة الرابعة المناقشة والموافقة على مشروع اتفاقية شراكة وتمويل لبناء وتجهيز الإزالة العمومية المركز راسبة في إطار برنامج سياسة المدينة. النقطة الخامسة المناقشة والمصادقة على اتفاقية التسويق بالماء الصالح للشرب وتسيير مصلحة الماء والتطهير تجمع بين جماعة عين الشمس والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء وجمعية الأمل نصف ميل الدوار ضيعة العلوي راسبة. النقطة السادسة والأخيرة الدراسة المقصورية على تمويل اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية. شكرا على الاستعداد للدراسة المناقشة في النقطة الأولى وهي مناقشة مشاكل الماء والكهرباء في تراب جماعة. النقطة فيها قطاعين، قطاعين كيف قطاع الماء قطاع الكهرباء. من بحكم السيدات والسادة الأعضاء ناقشوا الماء هو قطاع الماء باش ما نخلطوش لأن جوج مصالح كاينين مشتركين. ناقشوا الماء هو جوج وندوزو النقطة الثانية اللي هي الكهرباء. فيما يخص هذه النقطة، فيما يخص هذه النقطة، استدعينا المصالح ديالو هناك وعندنا سي الغيتي اللي توقيع هذه النقطة.